لك النهارده حبيب قلب اخوك كل سنه طيب. بمناسبه العيد وفي كومنت يا جدعان شفته امبارح والله العظيم بيقول لي بقى ابو عادل عايزك تعيد علينا باحلى تفتيح باكجات. اخويا اللي طلبها ونالها اخويا حبيب قلبي. وعايز اقول لك لو انت لسه مش عامل لايك انزل اتاكد انك عامل لايك الفيديو ده، عايزين نوصله ل 15000 لايك. ولو انت لسه جديد واول مره تشوفني انت هتحبني وانا بحبك اصلا كده كده، فاعمل الاشتراك الجميل عشان نوصل ل 300000 مشترك. ويلا بينا يا جدعان على طول ليست جون جيب اخر بس ثانيه نعمل الصوت الاول تمام. بصوا يا جدعان شحنت اغلى باكه موجوده في فيفا دلوقتي علشان نكمل بقى نختم بقى الحدث اللي نزل، هو حدثين والحدثين اسفت من بعض والله العظيم انا جاي لك سكه ودغري فاهم. الله يا جدعان استنى يا شباب بالله ان شاء الله لعب 112 ان شاء الله لعب 112 يا رب يا رب. ايه ده سي ام اوبا 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 دي بروين بس ب 20 مليون تقريبا ب 20 مليون ماشي دي بروين حلوه دي بروين خلصانه 25000 15000 فيفا بوينت و25 مليون والتجاره الجميله بتاعتنا بقى معانا دلوقتي 420 مليون يا جدعان. انت متخيل من كام؟ من 250 تاجرت وصلتهم ل 400 مليون ولسه لسه معايا لعيبه اقسم بالله يا جدعان معايا لعيبه عامله تقريبا في حدود 150 مليون ده دول مكسب. تخيل بقى من 250 ل 550 انا كسبان كام؟ والله كل ده في كل ده في يومين والله العظيم عشان بس الناس بتقول ابو عادل احنا خسرنا. انت ما مشيتش صح كنت المفروض تمشي صح حبيب قلب اخوك. ويلا بينا ايه بقى؟ يلا بينا نسترد اللعيبه بتتباع عادي جدا عادي جدا والله ما تفهم ما تشيلش هم. طبعا الريفرش جه بس ما علينا ما علينا ولا حصل معانا دلوقتي 423 مليون. مبدئيا اول حاجه جت الحدث تصريح فانتازيا وانت عارف ان ابو عادل في تصريح النجم ما عندوش يام مرمحيني خالص ما فيش يام مرمحيني خالص يا جدعان في التصريح. والله يا جدعان استنى على الشباب الله الفيفا بوينت والله لك روح تحرير التصريح هات لي تحرير التصريح هات تحرير تصريح البدنجان تعال فين جاي لكم حالا جاي لكم هم فاهم بيشوقوني فاهم انت شوق وما تدوقش وانا جاي لهم حالا. والله يا جدعان استنى على الشباب الله 300 في 300 في 300 كمان يا خرابي يا عرب يا خرابي تعال. طب بس الحدث ده وحش قوي والله العظيم التصريح قصدي وحش قوي انا بختمها يا جدعان عشان بصراحه يعني ال 200 فيفا ال 200 فاهم معزز مره جايين من عيني عشان نوصل لاوفر 137 يا جدعان والله العظيم 200 هنا و200 هناك يعني 450 و 500 معزز مهاره عسل قوي. وكمان لاعب البحار ده ولا لاعب ايه ده؟ فانتازيا حلو والله يا جدعان شبه ماشي ما علينا. والواد ماركوس 110 سي ام عامل 40 مليون يعني ده لسه ده احنا هنوصلهم مليار كمان بس يلا يا جدعان استنى على الشباب الله نجيب ثانيه نجيب تعالى نشوف الواد ده نشوف باكت الواد ده بتطلع ايه ده؟ الو مش كده يا اسطى يعني اعمل اي نوش كده اي نوش روح يمين وشمال كده اطلع لي في طيب في باك يا رب باك ايوه كده اكيد اعلى من 106 ده ايكون ده ولا ايه؟ ايكون بدري لا مش جالاكسي من الفضاء يعني ولا الو اوه روكو بابجي بيلعب فين بابجي ده؟ والله بيلعب فين؟ لا جالاكسي ايه ده؟ ماجور ليجا سكر ده بيلعب فين ده؟ وايه الاسم بابجي ايه يا اسطى بابجي ايه يا اسطى؟ يلا يا جدعان نخش على اللي بعده يلا الباكات اللي بعدها اوبا لا 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 باكت كده كتير والله كده كتير يا شباب كده كتير اكيد لاعب اعلى ب 106 لان خلاص فيفا عدلتها برازيلي واسمر ما برقصهاش خالص والله يعني خالص 103 ايه الله يخرب بيتك كاميليتاو ماشي وانا اللي قلت برازيلي ماشي يلا ان شاء الله 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 برازيلي زيه برازيلي فر امبابي مش امبابي ديابي هو ديابي جايه من امبابي حلو تمام تمام ديابي عشان يجيبوا لنا مبابي فاهم انت ديابي هو ديابي يا كمادة الو حظ ماله يا رب لاعب ايوه ايوه مين لاعب حلو بقى مالديني موبايل
ماشي ماشي يا عم خلاص، مالك ايه جاي فرحان ليه؟ يلا باكا 102، لعب 102 باروخ ولا باريجو ولا المهم علينا يعني ايا كان. الله يا جدعان لاعب ال 110، نشوف الباكا الجديد برضه. والله بفتكره ايكون يا جدعان، والله حرام ما ينفعش كده فيف، والله افتكرته ايكون. يا خرابي يا جمال، والله العظيم جمال. بصوا يا جدعان جمال، ويمكن احلى من جمال نفسه. شايف يا خرابي رجعت تاني. ماشي استنى يا جدعان اظبط الفيس كام. ايوه قلت بقيت قمر، قمر بقى بعادي القمر. يلا يا جدعان 40 مليون، 40 مليون في الجيب، ويلا نجمع الكل. شعار مستخدم فانتازيا 300 200، يعني انا دافع دم قلبي عشان تدوني 250؟ والله العظيم ظلم وافتراء، ده ظلم وافتراء. ماشي معايا دلوقتي ايه ده؟ الو ثانيه ويت مينيت، هو اتختم ب 5000؟ انا شاحن له 15 والله شاحن له 15000. ماشي اللي انت شايفه غلط اعمل ايه يا فيف؟ عادي جدا يا جدعان على ال 10000 دول. تعالى بقى كده انا شفت حاجه ممتعه، حاجة جميلة وحاجة ممتعة يا جدعان بإذن الله، يعني إحنا ممكن نعملها. لو جينا بصينا هنا هنلاقي لعيبة ال ده في باكة مجاني. أوبا هاتها هاتها، والله ده أنا إيه ده مجانا. ماشي خلصان. لو جينا هنا نرجع ترى شيل لساني لأجلك، فاهم أنت؟ لو جينا هنا يا جدعان ودخلنا على 2000 ونص حرام نفتح عليها اصلا. والله لو انت فاكر ان ابو عادل هيعمل لك اقوى تختيم على الباكات دي يا اسطى، ده انت عارف حظي، انت فاهم انت؟ لاعب 106 ملوش اي تقتيل عزا اصلا، فاهم انت؟ فبلاش نخش على الفانتازي كده برضو نفس الحوار. لو جينا على 2000 ونص على ان اعمل لعيبه طرش الطرش مالهمش اي تقتيل لازمه اصلا، كمان سكه ودغري بجيب لك سكه ودغري مالهمش لازمه. هتكسب لاعب اوفر كام؟ اوفر 105. نبص كده على الحظ، يا خرابي 1%، يعني انت اصلا تكسب لاعب 111 1%، اللي هو ابقى قابلني بمعنى صح، ابقى قابلني لو كسبت في المشمش اللي قد البطيخ. شوف انت المشمش لو في قد هتكسب، لو ما في اوبا ثانيه. الو ده احنا هنا ممكن نكسبهم ببلاش. الو ها قلبي. طب هنا الواد اللي انت فاهم انت الواد ماركو هنا موجود هنا، لا يبقى نبيعه، نبيعه الناس ممكن تكسبه يا جدعان والله العظيم، ويبيعوه يا خرابي ينقصوا في سعره. في هنا حدث بيقول لي انت خدت حاجه من فانتازيا، اشتري حزمه فانتازيا من المتجر. خلصان. ايه ده تصريح. الو ده انا كان ممكن اختم التصريح من هنا والله. ماشي خلصان، اللي انت شايفه غلط اعمل ايه؟ المهم يا جدعان هو ده حدث فانتازيا اللي نزل، اللي ما فيش اصلا حدث غيره، في حدث تاني مشوار الابطال تمام، اللي انا اتغبيت قوي قوي قوي، احب اقول لك ان انا اتغبيت فعلا. انت هنا لما بتيجي تخلص المشانات، شرح سريع سريع كده حبيب قلب اخوك، انت لما بتيجي تخلص المشانات دي بتاخد لاعب من الهدايا دي، تلعب 7 مرات تاخد بتاع من دي، تلعب 14 تاخد بتاع، تلعب 21 تاخد لاعب، تلعب 28 تاخد لاعب تمام، 7 في 4، يعني انت محتاج يا حبيب قلب اخوك 4 اسابيع شهر عشان توصل للاعب البلس 107 اللي في الاخر، محتاج بلس 108 اللي في الاخر، محتاج شهر متواصل بتلعب في الايفنت. حسبه سريعه وخفيفه كده لان اخوك ابو عادل قال حسبه. خلصنا؟ نيجي عند تحالف الابطال يا جدعان. لو جينا عند تحالف الابطال طبعا انت عارف هنا برضو بمقايض، هتجيب حاجات المقايضه دي منين؟ هي دي اللي انت بتاخدها بقى فاهم، لما بتفتح باكات تلعب المشانات بتاخد حاجات من دي، فانت لما تجمع 440 اللي هو باذن الله بقى فاهم انت وعليك خير السنه الجايه، تبقى تيجي تاخد لاعب 111. فده الحدثين اللي فيفا نزلتهم، وحاجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه يعني ما تتلعبش والله بصراحه. انا جاي لك سكه ودغري فاهم، انا جاي لك سكه ودغري. وهنا عندنا لعيبه مين اللي نزلت؟ ستونز. حرام انك تفتح اصلا عليه، عاد جد انا بجي لك سكه ودغري مع بعض فاهم عشان نبقى صراحه، والله لا حرام اصلا انك تيجي تفتح عليهم، بس ما علينا اللعبه دي بتبقى غاليه في الاول. بس المهم نخش على السوق يا جدعان، نشوف اللعبه بتاعتنا، نبيع ونستفيد برضه فاهم انت. 110 حوار برضه يا جدعان، شوف 41 مليون يعني هيتباع في الريفرش الجاي يا جدعان، وده بكام؟ ده نسيبه شويه ممكن يغلى تمام، وده بكام؟ ده نسيبه شويتين ممكن يغلى، شويتين مش شويه. يا خرابي يا خرابي على الجمال، يا خرابي على الجمال.
شاري اللاعب بمليون، بعت اللاعب بمكسب 2 مليون يا جدعان. شوف ولسه معايا كل دول مكسب، انا اصلا معايا 400 مليون فاهم، زياده عن حق يعني، انا حق المفروض 250 مليون. يا خرابي يا خرابي. تعالوا يا جدعان نشوف، نبص بص على اللعيبه ال 111. اوبا اوبا، لا يا جدعان نروح نفتح لهم نكسب ملايين. يا خرابي يا لهوي، ايه ده ايه ده؟ الو جابرييل، اها مش مارتينيلي. لا يا جدعان بيغروني والله، بيغروني فعلا. فانتوا ايه؟ نروح نفتح عليهم يا جدعان، نروح نفتح عليهم ونجمع ملايين. اللي انا بقول فاكس بصراحه. الو ميسي، ميسي بيتباع بجا. كل الدرجات دي محتاجين ملايين؟ للدرجه دي الكل محتاج فلوس يا جدعان للدرجه دي؟ بس انا بصراحه يا جدعان لسه ما اتجابش مبابي، ف انا بقول وكلنا بنقول بيكهام، انا بقولها لك اهوت، بيكهام هينزل لل 180 مليون، فانا دلوقتي حرام اشتريه بالسعر ده فاهم انت، حرام اشتري بيكهام بالسعر ده. فالمهم يا جدعان نخش بقى نخلص مش ده، الو مش ده، خش يا جدعان مشوار الابطال، عايزين برضو ايه نعم. اوبا نسيت، خش على المقايضه، ده نزلوا مقايضه جديده يا جدعان، نزلوا مقايضه ضرب نار. الو ما دستش والله. بصوا يا جدعان مقايضه اللعيبه دي كلها ما انصحش حد انه يعمل مقايضه اصلا. والمليون الجميل والله انا كنت غبي ان انا روحت عملت والله العظيم ابو عادل ده محتاج بالدماغ، والله العظيم محتاج ضربه كده، محتاج ضربه بصراحه فعلا. راح كان معايا الحاجات دي رحت صرفتها والله، رحت صرفت يا ولاد يا ولاد خلابيط انت خلابيط. بس ماشي والله يا جدعان، استنى على الشباب الله استنى ايه طيب، ما انا عايز اعمل مقايضه. الو ما انا معايا اهو، من تمنهم مش الواحده ب 100، انا حاطط 225، والواحده ب 400 انا حاطط سعر ده ب 400. يا خرابي يا لهوي، ماشي الغباء بقى الدبل والله العظيم. دي المقايضه يا جدعان، لو جينا بصينا في الاواخر هنا انت هتاخد لاعب كام؟ بتحط لاعبين 110، لاعب بطل استثنائي او ايقونه استثنائيه تمام، وبتضمن لاعب 111 سواء من اللعيبه دي او اللعيبه مشوار الابطال الجديد. فانا ما انصحش خالص بالمقايضه دي، لان لعيبه مشوار الابطال نادرا ما هتطلع لك، هتخسر بصراحه. وهنا برضو نفس الحوار، في هنا بقى ايه الابطال الاستثنائيون، بتحط 110 قطعه توكن ابطال لاعب بطل فائق 110. يعني سؤال بس، ثانيه بس يا جدعان، ثانيه ثانيه ثانيه، لما انا عشان اعمل مقايضه ال 110 لازم اجيب لهم لاعب 110، يبقى انا استفدت ايه؟ طب انا ما اجيبش لاعب واوفر فلوسي وخلاص، يعني هكسب ما هكسب بابا نويل من هنا مثلا؟ مش هتكسب بابا نويل يا اسطى فاهم، مش هتكسب فمالهاش لازمه. خش كده على المقايضه اللي قبلها 109، ثلاث لاعب بطل استاذ باجمالي. طب افرض ما لقيتش استاذ، افرض ما لقيتش استاذ مثلا، لقيت مدير بالله عليك اوعى ديسلايك، بهزر اقسم بالله بهزر، يعني انا عارف انها ساذجه ورخمه وما ضحكتش حد غيري بس فاهم، مشيها لي مشيها لي يا عم مشيها لي. المهم يا جدعان ابطال اساتذه، يعني لو انت ابوك مدرس فهم محتاجين بالله عليك خلاص والله خلاص، انا اسف اسف. خش يا جدعان خش على لعيبه ال 109، بقول لك لاعب فانتازيا باجمالي 108، وعشان تاخد لاعب 109 اللي هم دول حد من دول، فاللي هو اصلا ال 108 بكام؟ بيقول لك 3 108، هنشوف ال 108 بكام وال 109 بكام، ولو تستحق معانا نص مليار نخش يابا ندشمل الماركت، كباص ندشمل الماركت الكل نجيب وفام نظبطه. خش على الفانتازيا وريني فانتازيا، فين الفانتازيا؟ حط لاعب 109، لا اللاعب ال 109 ب 25، حط لاعب 108، عايزين بقى ثلاث لعيبه، ثلاث لعيبه يعني 13 13 و13 26 و13 49، يعني 50 مليون عشان اخد لاعب ب 25. والله تجاره فعلا صح الصح، تجاره صح الصح، ازاي تتاجر في خساره؟ هازارد قلبي وحبيب قلبي اقسم بالله، لو معايا دوس كده يا لهوي اخويا هازارد والله العظيم يا جدعان. فانا بصراحه
حدث سيء للاخر. روح يا دي بروين، روح، مش محتاجك يا قلب اخوك، مش محتاجك، مع السلامه مع السلامه. والله يا جدعان حدث سيء للاخر، يعني ما كنتش اتوقع كده، يعني لا نقول الا ما يرضي الله. والله العظيم يا جدعان حدث وحش قوي، حدث وحش قوي، ما فيهوش اي ميزه ولا في اي بدنجان. حتى سنه كده يا جدعان، حتى مشوار الابطال احنا ممكن اعمل حركه حلوه، ما ان لحظه الغباء اللي انا عملتها، فاهمين، انا ما خلصتش الابطال، وانا عملت لحظه غباء عندي جابت لي مفاتيح، معايا دلوقتي 29 مفتاح، تمام. فانا ممكن اختمهم كلهم اللعب بكام، والله ممكن يا جدعان نختمهم كلهم يا جدعان، ونروح نبيع اللعبة دي او نعمل بيهم مقايضة. الو الو الو، لا انا اخاف من نفسي، بدأت اخاف من نفسي اقسم بالله. الذكاء ده لا في، لا في حاجة، انا هبدأ اخاف من نفسي ومن ذكائي اقسم بالله. انا لسه ما عملتهمش، فاحنا كده هما فين مشوار الابطال؟ لا يا جدعان انا اخاف من نفسي كده والله. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اديني يا لخرابي. قلت لك يا قلب اخو، انا خاف مني بقى، خاف مني خاف مني، لان انا هروح دلوقتي واحلى تجاره على عيونك، احلى تجاره على عيونك. خلصانه، هنروح نجيب. بصوا يا جدعان، قول للاعب 20 2 4 6 8 10 12، يعني قول 150 مليون لما يغلو. 150 مليون في الجيب، 150 مليون في بس انا اروح اعملها دلوقتي. فدلوقتي يا جدعان يلا نشوفكم على خير باذن الله، عشان اروح اعملها. هجيلك بكره بالثانيه. المقايضه لو انا حطيتهم في مقايضه هستفيد فعلا ولا مش هستفيد؟ اوبا، ست لاعب بطل استاذ باجمالي 109. لا احنا كده عايزين ال 100 والاخيره كده. اوبا، ده اللاعبين يعني ال 30 مليون، اللاعب ب 15، يعني ال 30 مليون هيدونا لاعب ب 100 مليون. هم دول لاعب بطل استثناء او ايقونه استثناء. خلصان خلص. ايه ده، ثانيه، لا يكون مش هو. ها يا جدعان، ينفع احطهم هنا ولا ما ينفعش؟ والله بامانه، والله لو ينفع قول لي، لو ما ينفعش ايه ما تحبطنيش، جيبها لي من بره بره. قول لي يا ابو عادل، للاسف لعبه فيفا ما ترضاش مثلا عشان انت جامد وعرفت الثغره بتاعتك، فاهم انت؟ ما تخبطليش، ما تقوليش ما ينفعش، ما احبطش. انا داخل اعملها دلوقتي وهستنى الكومنتات واشوفك، فاهم انت؟ مش هقول لك مع السماح يا قلب اخوك، لا انت كده كده تشوفني بكره باذن الله. بيس.